السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا بلاطو خديته من أكسيون ورسمت فيه هاد الوريدات، كيجيو راقيين وجميلين جدا. أنا دائما كتعجبني الطبيعة والورود وطاقة إيجابية إن شاء الله. بالنسبة لهاد الوريدات كيجيو زوينين مزيان، كيجيو زوينين بزاف. وكيعجبني انا هاد البلاطويات اللي تيكونوا الخشب عود، تيكون عود وكيجي بحال دي شوز ارتيزانال، حوايج بحال الصناعه التقليديه. وغناخذكم معايا ونوريكم الطريقه كيفاش رسمتو، وفرجه ممتعه وكنتمنى تصيبوا في حالو. راه بسيط جدا وسهل، ويمكن لكم تصيبوا في حال هاد البلاطو بكل سهوله. وهذا الرسمه هذه ممكن نرسموها في بلاطو دجاج، ممكن نرسموها على الثوب، فقط مواد الخاصه بالثوب، مواد الصباغه الخاصه بالثوب والمواد الصباغه الخاصه بالزجاج. انا كنعجبني نرسم على الخشب، كيعجبني كل ما هو طبيعي والطبيعه والرجوع الى الطبيعه. فرجه ممتعه. اما بالنسبه للفرشات اللي كنستعمل، كنستعمل هاد الفرشات هادو بشكالات مختلفين، وكل فرشة لاش كتصلح. ما نسبقوش الأحداث، غادي نخليكم في كل رسمة أو كل عمل غادي نخليكم تكتشفوا معايا الفرشات واشنو العمل ديالها، كل فرشات واشنو العمل ديالها. كاين الفرشات اللي كتساعدنا باش نصيبوا الورود، كاين اللي كتساعدنا باش كنصيبوا الربيع، كاين اللي كتساعدنا باش كنصيبوا السماء. المهم هادو انواع الفرشات. بالنسبه لهاد الورود اللي صوبت، انا استعملت هاد الفرشات هادو. هاد الفرشه اللي كتكون مايله كتصايب الورود بسهوله، ممكن تكون كاريه ممكن تكون مايله، انا كنحبذ هذه اللي كتكون مايله ويكون من النوع الجيد باش هاد الشعر ديال الفرشات ما يبقى لكمش في صباغه لاصق، خص يكون من النوع الجيد. بالنسبه لهاد فرشات الرقاق، هما فاش كنصايب الغصون والوريدات. وكنتمنى يعجبكم هاد العمل اللي درت، وفرجه ممتعه. Thank you.
Thank you.